تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي ساداتي، مرحبا بكم اليوم في حصة جديدة من حصص مؤتمر ويكي عربية. الحصة اليوم متعلقة بنقاش من ممثلي مجموعة المستخدمين الذين عندنا في المنطقة، والهدف من هذا النقاش هو أن نتعرف يعني على الوضع في مختلف البلدان، ونتعرف كذلك يعني على سواء التحديات أو الإشكاليات أو الأشياء التي يعني يرغب كل واحد من الناس الحاضرين هنا أو الذي يمثل منطقته أن يحكي لنا عليها، وكذلك على تبادل التجارب. يعني ممكن في بلد تكون فيها تجربة وقعت ويفيد بلد آخر أو منطقة أخرى إلى آخره. كما سنتكلم بشكل خاص عن إحدى المجموعات اللي عندنا في المنطقة، اللي هي مجموعة لغوية وليست مجموعة مرتبطة ببلد معين، يعني هي مجموعة موجودة على عدة بلدان. أولا سوف أقوم فقط بجولة سريعة للتعريف بالمشاركين، فسأعطي الميكروفون لكل شخص من الأشخاص ويقدم لنا اسمه ومجموعة المستخدمين التي يمثلوها. ممكن سأبدأ بنفسي، أنا اسمي أنس صدراتي وأنا من مجموعة مستخدمين المغرب. للأسف خلال هذه الحصة لن أتكلم كثيرا حول أنشطة المغرب لأنه سوف أسير الجلسة، ولكن إذا كان عندي شيء سوف أضيفه ممكن كملاحظة بعد الإجابة على أسئلة الإخوان. نبدأ إذن من اليمين، ولو كان عمر. صباح الخير جميعا، أنا محمد حجاوي من فلسطين، ممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام. في الحقيقة هذه أول مشاركة إقليمية لي، وأنا سعيد جدا بالتواجد في المغرب، وشكرا للمنظمين على هذا التنظيم الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد عودة، ممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر. باشوندا محمد، ممثل ويكيميديا الجزائر. السلام عليكم، يحوي أحمد، ممثل ويكيميديا اليوزر جروب اوف أمازيغ. صباح الخير جميع الناس جميعا، اسمي يوسف من حاج يحيى، ممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس. شكرا سي يوسف، وشكرا للإخوان. إذن كما عارفين نحن عندنا شيئا ما ضيق في الوقت، ولكن سنحاول أن نتكلم يعني عن أكثر النقاط التي جهزنا لها، لأنني أعرف أنكم جهزتم جيدا لهذه الجلسة وعندكم كثير من الأشياء التي تقع في بلدانكم. أولا سوف أقوم بطرح سؤال جد عام، وإذا كان أي شخص فيكم يظن أنه يريد أن يجيب أو عنده معلومات وافية فقط فليرفع يده أو يخبرني وأعطي الميكروفون، ولو كان شخص آخر عنده ملاحظات ممكن أن يستمر، بعد لما ننتهي من السؤال ممكن نمر لسؤال آخر. السؤال الأول هو سؤال بسيط، وأتوقع أن جميعكم عندكم إجابة عليه، وهو سؤال يقول: ما هي أهم الأنشطة التي تقومون بها في مجموعاتكم؟ يعني نحن نعرف أن هناك مجموعات مختلفة وأنشطة مختلفة، وغالبا سيكون هناك يعني تراكم، يعني ممكن كل بلد يقوم بأنشطة بسيطة تكون كذلك في البلدان الأخرى، فالشخص الذي سيجيب أولا سيكون محظوظ لأنه سيذكر عدد كبير من الأنشطة. الأشخاص الذين بعد لو كان عندهم فقط نفس العدد من الأنشطة ممكن يمروا للشخص الآخر، ما عدا لو عندهم إضافة. فهل هناك من متطوّع للإجابة على السؤال الأول اللي هو أبسط سؤال؟ يظهر لي حجاوي جد متحمس. بالنسبة لأهم الأنشطة التي نقوم بها في مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام، بتتضمن نسخ من برنامج التعليم، برنامج ويكيميديا للتعليم من عام 2015 لحد الآن ما وقف في الأردن وفي فلسطين. ايضا من فتره الى اخرى نقوم بعمل مسابقات تحرير اونلاين، غالبا بتكون بالتعاون مع مجموعات مستخدمين اخرين. وايضا حديثا اصبح لدينا شراكه مع الجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح، واصبحنا ايضا نقوم بعمل ورشات لمشروع ويكي بيانات في الاردن وفي فلسطين. ايضا ما يميز مجموعه ويكيميديا بلاد الشام هي انها نشيطه جدا، حيث انه في السنه الاخيره قمنا بعمل تقريبا نشاط كل اسبوع، اكثر من 50 نشاط. هذا أدى إلى أننا حصلنا على منحة سنوية من المؤسسة بدلاً من التقديم للمنح الفردية. هذا هو ملخص الأنشطة بالنسبة لويكيميديا بلاد الشام. طيب بالنسبة لويكيميديا في مصر، إحنا عندنا العديد من الأنشطة. بدأنا في برنامج ويكيميديا للتعليم في مصر من سنة 2012،
ومستمر حتى الآن، والآن هو مستمر في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وبقيادة الدكتور موالاء وريم الكاشف، هما قادة برنامج التعليم في جامعة عين شمس والقاهرة. وكمان غير برنامج ويكيميديا للتعليم عندنا أنشطة تانية زي مسابقات التصوير زي ويكي لاف مونومنتس اند ويكي لاف ايرث، وتقريبا دي تعتبر ابرز الانشطه الموجوده حاليا في مصر. النشاطات التي نقوم بها في الجزائر هي تقريبا مثل النشاطات الشائعه في البلدان الاخرى، ولكن نذكر من اهمها نشاط برنامج ويكيبيديا للتعليم الذي هو ناجح جدا في جامعات جزائريه وخصوصا جامعه الشف التي تقوده حاليا عائشه راي التي هي حاليا معنا، وكذلك مسابقات التصوير المختلفه التي حاليا نهتم بها جدا لتطوير المحتوى في الجزائر، يعني الصور هي التي تساعدنا كثيرا على انشاء مقالات. بالإضافة إلى يعني إبراز حضورنا في العديد من المظاهرات، التظاهرات في الجامعات أو في الجمعوية في كامل التراب الجزائري. مثلا مؤخرا كنا حاضرين في تظاهرة التصوير في مدينة وهران وشاركنا في هذه المظاهرة يعني دائم، يعني عرضنا كل النشاطات نتاعنا ونقيم يعني ورشات تدريبية لمساعدة القادمين الجدد لويكيبيديا. كما نشارك أيضا في المسابقات العالمية، يعني دائما يعني الهم الوحيد هو دائما الرفع من عدد المقالات التي نركز عليها هو المحتوى الجزائري بخصوص، يعني مقالات صور فيديوهات وكل هذا لكي ينصب نحو يعني المشاع الإبداعي، وتكون الصور يعني تتقاسمها ولا المقالات ولا أي محتوى يكون حر يعني بدون أي مقابل، وهذا يساعد كثيرا يعني. بدأت النشاطات هذه يعني يهتم بها في الجزائر، يعني نتلقى العديد من الاتصالات يعني لاستفسار ما هي ويكيبيديا وهل يمكنكم ان تقيموا يعني ايفنت عندنا في الجامعه ولا في الجمعيات ولا في حتى هناك يعني صحفيين يتصلون بنا، يعني يعني بالنسبه لهم يعني هناك الكثير لا يظن ان هناك مجموعه تنشط في الجزائر. مؤخرا اقمنا هذه من اخر النشاطات التي قمنا بها هي قبل ان ناتي قبل ويكي عربيه لمراكش مؤخرا، يعني قام تنظيمه في الجزائر العاصمه ترانسلايت اتون، وهي مسابقة ليس مسابقة يعني هاكاتون لترجمة مقالات من الإنجليزية نحو اللغة العربية، وكان فيها يعني نجاح كبير، يعني كان فيه حضور كثير كل شيء، ونحن نواصل يعني أينما كانت هناك يعني فرصة لتطوير المحتوى نحن حاضرون. السلام عليكم. فيما يخص الأنشطة اليوزر جروب تاع الأمازيغية، يعني المساق مرسوم، عندنا نفس البروجكت تاع الموك بالعربية وبالفرنسية، احنا الآن بصدد إنجاز نفس الفيديوهات بس بالأمازيغية، ولكن ليس لكتابة مقالة بل لكيفية إدخال الكلمات باللغة الأمازيغية في القاموس باش نزيدوا الكمية تاع الكلمات
باش نوصلوا للقاموس اللي نقدروا نترجموا به المقالات. هذا هو النشاط الاساسي اللي رانا مركزين عليه باش نوصلوا لان نقدروا ندخلوا مقالات باللغه الامازيغيه وترجمه الكثير من ولا زياده المحتوى الامازيغي في ويكيبيديا. هذا واش رانا نديروا فيه في الجزائر فيما يخص يوزر جروب امازيغيه. شكرا. بالنسبه ليوزر جروب تونس باش نحاول نحكي على الانشطه اللي ممكن ما تمش ذكرها في السيرف. يعني في انشطه مشتركه بما فيه الورشات العمل وتصوير المعالم وكل ذلك. احنا في تونس حاولنا نخرج على نطاق تصوير المعالم فقط، اصبحنا نحاول ايضا نغطيه الاحداث سواء الاحداث الثقافيه مثل تونس فاشن ويك، يعني يكون بعض المتطوعين اللي يمشيوا يصوروا الاحداث كما ثقافيه مثل هذه. وكذلك في مدينة بيديا صفيق سوا وهي مشروع آخر وتواصل لمدينة بيديا تونس. وكذلك هناك الآن بدأنا في تحضير ويكي كونفنسيون التي هي المؤتمر لويكي فرانكوفوني في العام المقبل التي ستقام في تونس. شكرا مرة أخرى يوسف، شكرا للجميع. صراحة تقومون بأنشطة متعددة وكثيرة جدا عبر البلدان. بالنسبة لنا في المغرب نقوم بتقريبا نفس الأنشطة، لذلك ليست عندي إضافة خاصة، ولكن نحن ممكن تعلمنا شيء جديد من خلال تنظيم مؤتمر من حجم ملكة عربية، وهو مختلف عن النشاطات الأخرى التي نقوم بها. يعني أن تقوم بنشاط إديتاتون أو أن تقوم بنشاط صغير يكون عادة أمر بسيط، لأنك تتعامل مع عدة أشخاص لمدة يوم على أطول تقدير، بينما هنا يلزم يعني تحضير لأسفار ولفندق إلى غير ذلك، وعادة هذا الأمر يتطلب شراكات. فنحن تعلمنا مثلا من مؤتمر ويكي عربية كيف نعمل شراكات مع جمعيات، كيف نتعامل من الناحية المادية إلى آخره. في هذا الإطار عدد منكم في الحضور قاموا بتنظيم مؤتمرات من قبل سواء إقليمية أو دولية، وأتمنى أن أعرف منكم هل عندكم تجارب على الشراكات لكي تنصحوا الأشخاص من المجموعات الأخرى الذين لم يقوموا بشراكة من قبل. ما هي الأمور التي في نظركم مهمة لكي تنجحوا يعني في تفعيل شراكة، أولا في إيجاد شركاء، كيف تجدون شركاء وتجعلونهم يثقون فيكم، علما أنه لا يوجد أحد هنا عنده وضع قانوني من ناحية مجموعته، يعني ليس الجمعيات، فكيف تجعلون الشركاء يثقون فيكم، وكيف تتعاملون مع الشركاء ليبقى الشراكة دائما. فإذا كان ممكن شخص من مجموعة عندها تجربة في هذا الأمر أو نظمت مؤتمر أن يبدأ، وبعد لو كان شخص آخر عنده سؤال نتمنى. احنا تشرفنا بتنظيم مؤتمر ويكي عربيديا 2017 في القاهرة، وبالنسبة للمؤتمر ده أنا عايز أشارك الخبرة اللي اكتسبناها. أولا احنا كان عملنا شراكة مع مؤسسة اسمها مؤسسة أضف للتعبير الرقمي، وهذه المؤسسة ساعدتنا كتير في تنظيم المؤتمر، وتقريبا هي اللي وفرت يعني كل التسهيلات بالنسبة لنا عشان نعرف نجيب الدعوات، عشان نقدر نجيب الويكيبيديين للقاهرة يعني بدون أي مشاكل بالنسبة للفيزا والإجراءات دي. فعشان كده يعني الشراكات مهمة جدا بالنسبة لنا. وبالنسبة لإزاي يعني نقدر نعمل الشراكات دي، احنا الأول يعني بنشوف مؤسسات المجتمع الموجودة في البلد عندنا، وبنشوف من المؤسسات دي ايه المؤسسات اللي أهدافها متفقة مع الأهداف بتاعت ويكيبيديا. يعني مثلا عندنا مؤسسة أضف هي هدفها الأساسي هي نشر المعرفة ونشر البرامج المفتوحة للمصدر، فهي هدفها يعتبر قريب جدا من هدف مؤسسة ويكيبيديا، وعشان كده كان سهل جدا ان احنا نعمل شراكة ونستفيد بخبراتهم. يعني ماشي، اسيب حجاوي هيتكلم عن تجربته. بالنسبة لويكيميديا الشام، فقبل ما أحكي عن موضوع الشراكات بدي أحكي عن مشكلة عندنا في مجموعة ويكيميديا بلاد الشام. أنتم مثل ما بتعرفوا إحنا شغالين في أربع دول اللي هي الأردن، فلسطين، سوريا ولبنان.
للأسف 99.9% من الأنشطة اللي ذكرتها هي تمت فقط في الأردن وفلسطين، يعني تقريبا سوريا ولبنان فيهم خمول، يعني يرجع ذلك إلى بعض المشاكل في سوريا مثلا، معظم المحللين متواجدين خارج سوريا، ولبنان ما في تقريبا غير 2 بس من أعضاء مجموعتنا موجودين في لبنان. بالنسبة للشراكات، أيضا الشراكات في فلسطين ما قمنا بأي شراكة مع أي مؤسسة، ولكن في الأردن كان هناك شراكات رائعة، أولها كانت مع مؤسسة شومان، وحيث أعطونا أكسس للقاعات تبعتهم، صار بإمكاننا بأي وقت ممكن إن نروح نحجز القاعة بدون أي تفاصيل. أيضا ساهمنا بتنظيم شراكة مع الجامعة الهاشمية، ما بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة ويكيميديا. الجامعة الهاشمية أيضا أصبحت تعتمد ويكيميديا من ضمن المشروع العلمي الخاص بها، وكل مادة تقريبا صار لها جزء، ويكيميديا صار لها جزء، إنه الطالب لازم يكتب عن مقال في ويكيبيديا. أيضا قمنا بتنظيم مؤتمر ويكي عربية في عام 2016، وهذا يعتبر واحد من أهم الأنشطة التي قامت المجموعة بتنظيمها. وخلال هذا المؤتمر كان في شراكات مؤقتة مع مؤسسات في الأردن، ولكن هي انتهت بنهاية المؤتمر ولم تعد شراكات دائمة. الشراكات الدائمة الحالية هي مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح فيما يخص مشروع ويكي بيانات، وايضا مع الجامعه الهاشميه التي اصبحت تعتمد ويكيبيديا من ضمن النظام التعليمي الخاص بها، وايضا مع مؤسسه شومان التي اصبحت تعطينا اكسس للقاعات في اي وقت نرغب. شكرا محمد عوده. محمد حجاوي، هل هناك من اضافه للاخوان المغاربيين؟ لا، شخص عنده تجربه في الشراكات. عم نحكي على تجربه يعني في تونس في مختلف المشاريع اللي قمنا بهم في الماضي. قمنا بتفعيل شراكات مع جمعيات في المجتمع المدني في تونس لأجل تسهيل يعني انطلاق المشاريع اللي نحاولوا نقوموا بها في تونس، مثل جمعية قرطاجنة وجمعية سيانة مدينة تونس وجمعية الراشدين في تونس، وكذلك سيليب هي لكل المحتوى الرقمي الحر. وفي كل مرة يعني نحاولوا أننا نبحث عن الجمعية اللي تقوم بالنشاط اللي احنا نحبوا نقوموا به في ويكيميديا تونس، يعني إذا نحبوا نقوموا على سبيل المثال بأنشطة ثقافية نكونوا أكثر يعني نخدموا مع مجموعة جمعية قرطاجنة بأنها هي جمعية ثقافية، بالتالي في كل يعني في كل دومين معين نكونوا يعني نحاولوا أن نبحث عن الجمعية اللي تشتغل في ذلك الدومين المعين حتى نساهم يعني تفعيل الشركات ويكون عندنا هدف مشترك، وبالتالي نسهل كل العراقيل اللي تكون تحول بينا وبين بداية المشاريع اللي نحب نقوم بها. شكرا جزيلا يوسف. هو قضية الشراكات اللي تكلمنا عنها في الحقيقة هي قضية فيها مسائل مادية وفيها مسائل تنظيمية ولوجستيكية التي تجعل الأمر شيئا ما كبير، تجعل الأمر شيئا ما رسمي، يعني لو تكلمنا على قضية الشراكات. ولكن بالنسبة لنا نحن كأشخاص من مجموعة المستخدمين، الإشكال لا يكون دائما رسمي، بعض الأحيان يكون الإشكال غير رسمي، يعني مثلا أغلب الناس هنا لم يكونوا كلهم هم متطوعون، يعني أولا وقبل أن نصل إلى جانب رسمي وجانب أن نعمل شراكة يجب أن نقوي المجموعة، يعني يكون فيها ناس متطوعين يستطيعون أن يفعلوا الشراكات ويصلوا إلى هذا المستوى. وفي هذا الإطار أعتقد أنه مشكل مشترك أو تحدي مشترك عندنا نحن جميعا في هذه القاعة هو كيفية جلب المتطوعين، خاصة عندنا في المنطقة، لأنه ظروف الحياة ليست دائما سهلة، فالأشخاص لا يريدون يعني أن يعملوا بالمجان، ما هي الاستفادة؟ يعني هو مشكل صعب أظن أنه ينتشر من المحيط إلى الخارج. فأنتم كناس يعني ذوي تجربة وكقادة في مجتمعاتكم، ما هي الطرق والوسائل التي تعتمدون حتى تستطيعوا أن تجلبوا متطوعين، وكذلك كيف تستطيعوا أن تقنعوا شخص أن يتطوع مع مشاريع ويكيميديا وأن يبقى مستمر فيها؟ لأن الاستمرارية هي الشيء الصعب، ممكن أن تحضر شخص لحدث يكتب مقال ويختفي، ولكن كيف تتأكد من استمراريته؟ ما هي الوسائل التي تعملون عليها؟ السؤال هذا سؤال مهم جدا، وهو يعني يهتم به كثير المجموعات يعني التي تشتغل في تنشيط
الأعمال في كل الدول العربية والعالمية وعالميا يعني، وهي حتى اهتمام بالنسبة للمؤسسة بنفسها يعني، كيف تجعل المستخدمين الجدد يتحولوا إلى المستخدمين يعني على طول الزمن يعني على طول الوقت. ولكن أنا برأيي البحث عن المستخدمين أو المساهمين الجدد يجب أن نبحث عنه في مكانه المناسب يعني، لا يمكن أن مثلا نروح إلى ساحة الفنون ونقول لهم هل هناك موجود مساهمين في ويكيبيديا؟ لا، الأماكن يعني التي أنا نسميها يعني تكون بوتنسيال يعني يعني مهمة جدا هي الجامعات، الجمعيات، المؤسسات الناشئة، الستارت اب التي تهتم بتطوير المحتوى، كل هذا يجعلنا يعني أي منظمة التي يعني فيها الأهداف تتقاطع مع أهداف تطوير المحتوى، والمحتوى دائما لازم نتفاهم عليه يعني أن يكون حر. كل هذا يجعلنا نذهب يعني خصوصا في النقطة الأولى إلى الجامعات يعني، الشراكات التي نقوم بها مع الجامعات يعني دائما تكون ناجحة جدا، هذا ما لاحظته. والشراكات التي نقوم بها مع الجمعيات التي تقوم بتطوير المحتوى تاني ناجحة جدا، والمؤسسات الناشئة كمشروع الذي قمنا به ويكي مساق، ما هو الشيء الذي جعله ينجح؟ كل الناس كانت متوافقة يعني كانت موافقة يعني على الفكرة من قبل يعني، لا ليس لدينا لا نحتاج إلى يعني إلى إقناعهم يعني، هم مقتنعين يعني من الأول يعني، يعني يكفي فقط أن نشرحهم الفكرة وهم يتبنوها مباشرة. هذا يعطينا إمكانية لنربح وقت كثير ونطور شركات قوية في مجالات مختلفة يعني. يجب أن نتجه دوما إلى المكان الصحيح لنبحث فيه عن المستخدمين. وبرأيي أنا برأيي وحسب تجربتي البسيطة في التحرير في ويكيبيديا، المستخدمين يعني لنا يعني كلما كانت يعني كلما شرحنا لهم طريقة العمل في ويكيبيديا جيدا يعني، ويكون تكون مشاركتهم في إضافة المحتوى ممتازة ورائعة، ويجب دائما أن نتصل بهم، أن نتواصل معهم. وإذا مثلا على طول السنة كان عندنا يعني حصيلة لتكوين 100 200 300 من يعني من المشاركين ليتحولوا إلى مستخدمين ويضيفون المحتوى في ويكيبيديا، لو كان منهم يعني 5 أو 6 فقط يواصلون التحليل على طول السنة وعلى سنتين قادمتين ولا 3 سنوات القادمة، هذا يعتبر يعني نجاح يعني. احنا لا نهتم بالنسب المئوية الكبيرة، ولكن نبحث عن جودة المحتوى. نعطيكم مثال آخر، مسابقات التصوير. مسابقات التصوير يعني ويكي تهوى المعالم، هي مسابقة تهتم بتصوير المعالم في جميع البلدان يعني، في ألمانيا يقومون في المسابقة أحيانا في بعض السنوات يقومون برفع 200,000 صورة أحيانا، ولكن في الجزائر أحيانا ترفع 100 صورة، 50 300، مؤخرا رفعنا 1,000 صورة فقط. ولكن الجودة والقيمة تاع الصورة لما تكون مرتفعة تعود 1,000 2,000 3,000 صورة 4,000 صورة،
وهذا يجعلها يعني تكون إذا كانت قيمة يعني تذهب لنجدها في مقالة. وهذا هو المهم، هذا هو المهم، يعني ليس المهم هو في عدد المستخدمين ولا عدد المساهمات، ولكن في جودة المساهمة. العدد احنا لسنا يعني ضد العدد لا القيمة، ولكن الكواليتي يعني الجودة، جودة المساهمة كذلك مهمة جدا. نعم، وهذا هو المراد. أنا عايز أوضح برضه تجربتنا. هو في طبعا أكتر من طريقة لإقناع المساهمين بالمساهمة في ويكيبيديا، ومثلا من هذه الطرق عمل مسابقات، سواء مسابقات كتابة مقالات أو مسابقات تصوير. المسابقات دي بتشجع الناس إن هم يشاركوا في ويكيبيديا. وكمان في طريقة تانية اقناع الناس بأهمية العمل اللي بيعملوه. يعني مثلا ويكيبيديا بيجيلها كل يوم ملايين الملايين الزيارات، فلما الواحد يكتب مقالة لازم يعرف أهمية اللي بيعمله. يعني المقالة اللي بيكتبها دي كل يوم هيزورها ملايين الناس، وفعلا اللي بيكتبه ده يعني هيأثر في حياة ملايين الأشخاص. بس ده ببساطة أكتر طرق للإقناع أنا شايفها ممكن نستخدمها. يعني بالنسبة لاستقطاب الجدد في مجموعتنا، احنا الطريق الأساسي اللي من خلاله نقوم بالاستقطاب هو الأنشطة من خلال برنامج التعليم، ومن خلال أيضا مسابقات التحرير. أنا بالنسبة لي مثل ما ذكر محمد، إذا استمر واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة بالتحرير لمدة 3 سنوات من الطلاب طبعا، فهذا أنا بالنسبة لي بعتبره إنجاز. في عدد كبير من أعضاء المجموعة حالياً انضموا للمجموعة من خلال برنامج التعليم. مثلاً أذكر مثلاً سامي الجعبري من الخليل انضم من خلال برنامج التعليم، وأصبح الآن عضو نشط في ويكيبيديا محرر، وأيضاً أصبح ينظم هذه الأنشطة. وأيضاً في الأردن عدد كبير من الأمثلة، من ضمنها مثلاً إدارية شيماء دخلت من خلال برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية، وعدد كبير طبعاً من الأمثلة لا أريد أن أذكرهم جميعاً. وأنا صراحة حاولت مع الطلاب الآخرين، حاولت أني أسير في طريق شخصنة العلاقات معهم، تصير علاقتي شخصية معهم، بحيث أني أقدم لهم الدعم الكامل وأظل متابعهم. ولكن الصراحة ما نجحت هذه الطريقة، وظل في مشكلة مش عارف صراحة شو هي بالضبط المشكلة، ولكن مش كل الطلاب حبوا أنهم يستمروا في ويكيبيديا بعد انتهاء برنامج التعليم أو بعد انتهاء مسابقة التحرير. قبل ما أجي هون سألت أحد الطالبات عن أسباب عدم استمراريتها، فذكرت لي أنه التنافس الشيء الوحيد اللي خلاها تشارك في برنامج التعليم هو التنافس مع طلاب الدفعة، مع طلاب دفعتها. أما عدم استمرارها فكان أنه ما في عندها الوقت الكافي للترجمة بسبب الدراسة، معظم وقتها بروح للدراسة ولا شغلات تانية. وذكرت أيضاً أنه إذا توفرت نسخ أخرى من برنامج التعليم راح تشارك فقط في برنامج التعليم، مش راح تشارك في كمحررة دائمة في ويكيبيديا، لأنه مش من ضمن أولوياتها. هذا بالنسبة لويكيبيديا الشام. شكرا جزيلا للإخوان. إذن تكلمنا في الحقيقة أولا حول تحديات الشراكات، وبعد ذلك مررنا إلى تحديات توفير المتطوعين، وعادة هذه تكون من أكبر التحديات عندنا في مجموعتنا. ولكن مشاكل والتحديات لا تنحصر فقط في ذلك، يعني هناك إشكاليات أخرى متنوعة، سواء مرتبطة بمثلا الجانب القانوني أو الجانب المادي إلى آخره يعني من التحديات. فلا ننحصر فقط في إشكال الشراكات أو إشكال جلب المتطوعين، ولهذا أود أن أفتح بعض الشيء المجال لكم لتعطونا تحديات أخرى عندكم في مجموعتكم. يوسف قال لي أنهم عندهم بعض التحديات في تونس أو الصعوبات التي ممكن أن نناقشها حتى نتبادل التجارب، وبعد ذلك نمر للجواب. بالنسبة للصعوبات، نتصور في كل مجموعة يعني هناك العديد من العراقيل التي نواجهها بصفة دورية. على سبيل المثال في مجموعة تونس هناك، بما أنه اليوزر جروب هو يعني عمل تطوعي، يعني هناك التزامات المهنية واليومية لكل الأعضاء للتحول أحيانا أمام القيام بالمشاريع على
بالطريقة المثلى، كذلك عدم وجود نظام هيكلي. يعني ويكيميديا يوزر جروب في تونس هو مجموعة لكن ليس محدد بنظام داخلي معين، يعني يحدد صلاحية كل عضو بطريقة محددة. أحيانا تكون هناك إيجابيات وهناك سلبيات في نفس الوقت في هذه النقطة. يعني الإيجابيات أنه كل عضو يحس أنه عنده أهمية إذا كان يعني عضو جديد أو عضو مؤسس للمجموعة، لكن بالنسبة للسلبيات يعني أحيانا لا نعرف من سيكون مسؤول على تنظيم نقطة معينة أو الالتزام بجدول معين. وكذلك هناك بما أنه المجموعة ليس لها وجود قانوني محدد في البلد، لا يحق لنا أن يكون لنا موارد مالية بصفة منتظمة، وبالتالي نكون مرتبطين بصفة دورية بالمؤسسة، وهذا شيء يحد نوعا ما من صلاحياتنا ومن مجالنا لتفعيل كل ما نريد القيام به في تونس. شكرا يوسف. بالنسبة للتحديات والمشاكل اللي بتواجهنا في ويكيميديا الشام، فمثل ما ذكر الزميل أنس، احنا بالضبط عندنا مشاكل قانونية لأننا احنا لسه مجموعة غير مسجلة بشكل رسمي، لا في الأردن ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في لبنان. ولكن هناك محاولة، سنحاول تسجيل نفسنا خلال الأشهر القادمة حتى لا نواجه أي مشاكل قانونية. هذه المشكلة طبعا أدت إلى أنه كثير من الشراكات تفشل، لأنه أحيانا الشراكة بتتطلب توقيع مؤسسي قائمي، مؤسسي مسجلي. فلما ما تكون المؤسسة أو الجمعية أو المجموعة مسجلة بشكل رسمي يعني غير قانوني، يعني ما في شراكة. أيضا من ضمن الأمور أنه ما في عندنا حساب بنكي مسجل باسم المجموعة، الأموال التي تحول لنا من المؤسسة تحول إلى حسابات فردية، هذا أيضا أحيانا يخلق المشاكل. التحدي أو المشكلة الثالثة في ويكيميديا الشام هي أنه مثل ما ذكرت الأنشطة تتركز في الأردن وفلسطين، تقريبا أنشطة منعدمة أو حتى منعدمة بالكامل في سوريا ولبنان. المواصلات، أسعار المواصلات في الأردن وفلسطين تقريبا مرتفعة نسبيا، يعني حتى نحن في فلسطين ما بنتقابل كثير، أنا في طول كرم، كثير من الزملاء في الخليل، كثير أيضا من الزملاء في رام الله، نفس الدولة ما بنتقابل كثير بسبب مشكلة المواصلات والأسعار المرتفعة للمواصلات بشكل نسبي. في فلسطين مثلا ما في قطار، الباصات الكبيرة مش متوفرة بشكل كبير، معظم يعني في حال إذا أنا حبيت أنتقل من مدينة لثانية فالتاكسي أو الفان هو الوسيلة الوحيدة وهي سعرها مرتفع نسبيا. طبعا ما في عندنا مقر لأنه إحنا مؤسسة غير مسجلة، وهذا مثل ما ذكرت سبب لنا كثير من المشاكل القانونية. هذه بالنسبة لأهم المشاكل والتحديات في ويكيميديا الشام. شكرا جزيلا محمد، شكرا يوسف كذلك. هناك تحدي من نوع خاص مختلف بعض الشيء عن التحديات التي عندكم، وهو التحدي الذي تواجهه المجموعة التي يمثلها أحمد. فأحمد يمثل مجموعة مستخدمين اللغة الأمازيغية، وهي كما قلت في الأول مجموعة ليست مرتبطة بدولة أو منطقة، إنما هي مرتبطة أكثر بلغة. فأغلب المستخدمين هم متوزعين على دول مختلفة ولا يكونوا قريبين من بعضهم. فأنا أود أن أعرف من تجربتكم كيف تتعاملون مع هذا الوضع، وهل تنجحون يعني في القيام بإنشاء أنشطتكم في إطار يعني الوضعية الخاصة التي عندكم، وفي المستقبل كيف تنوون يعني التعامل مع هذه الأمور؟ شكرا. في الحقيقة هذه اللغة تجذبني بزاف، رغم أني مانيش أمازيغي، يعني عربي من الجزائر. صح لو تخيك كي ما بوسي، الشيء الذي دفعني أنه أذهب إلى هذه اللغة لحفظها وإعادة إدراجها، لأنها أصبحت لغة رسمية في الجزائر من عام أو اثنين، أصبحت لغة رسمية في الجزائر. يعني الشيء الذي سيأخذنا جميعا إلى أنه نفكر في طريقة لجذب
وتعميم هذه التجربة على جميع البلدان التي يتواجد فيها أمازيغ. ومن بين المشاكل وال يعني الأمور التي يجب طرحها إنه يعني مش موجودة غير في الجزائر. علاش كان يوزر جروب غير في الجزائر، ولا علاش ما نتعاونوش كامل نتجمعوا لأن نديروا هذا يعني العمل اللي نعملوا فيه احنا، علاش ما يكونش معمم على جميع البلدان تاع الشمال شمال افريقيا اللي هي تتعامل بهذه اللغة، وممكن تتعامل بهذه اللغة اكثر من الجزائريين. يعني في المغرب كاين ماشي يعني ماشي أقلية اللي ممكن انه ما نلقاوش الاشخاص اللي يساعدونا، بس احنا هذا هو الشيء الاساسي اللي ركزنا عليه، ان نلقاو هذه الفئه تاع اللي يتكلموا هذه اللغه ونمشيو لهم ونقترحوا عليهم اقتراحات انه يساعدونا في زياده المحتوى. وهذا وين رانا واصلين دركا، يعني زياده المحتوى من حيث الكلمات باش نوصلوا للارتيكلز، باش نوصلوا للمقالات. وهذا كامل في إطار تطوير المعاملة بين المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الأماكن اللي تواجد فيها هذه اللغة. صحيح مش كما الموك بالأمازيغية كان صعيب، شيء صعيب به تلحق أنه تلقى، بحيث إحنا دول محافظة به تلقى امرأة ولا فتاة يعني تجي وتقدم الموك وبه توصل الميساج، تهدر على الأمازيغية ولا تهدر على تحكي هذاك التكست بالأمازيغية، ويعرفوا عائلتها باللي راح تبان في بالك في العالم كله راح يشوف هذا الفيديو. يعني بصفة أنه محافظين وبصفة أنه هذا النوع من النشاطات غير معروف وغير متداول في يعني غير متداول في الجزائر او في هذه الكوميونيتي في هذا المجتمع الامازيغي. بس احنا لقينا هذ الناس اللي نقدروا نخدموا معاهم، وهذا هو اللي راح يجعلنا انه نزيدوا في المشاركين من دول اخرى. شكرا بزاف سي احمد. في الحقيقه احمد طرح نقطه مهمه بزاف، وهي ما عندهاش علاقه فقط باللغه الامازيغيه، انما يمكن نقرا هذه النقطه كذلك للغه العربيه وجميع المجتمعات اللي هي منتشره في عده دول. شنو هي النقطه؟ النقطه هي انه حاليا نلاحظ انعزال في الانشطه. يعني مثلا مجموعه ويكيميديا الشام عندهم برنامج التعليم، مجموعه ويكيميديا مصر عندهم برنامج التعليم، ويكيميديا الجزائر عندهم برنامج التعليم، ولكن هل هناك تعاون وشراكات ام ان كل مجموعه تتعامل مع المؤسسه مباشره؟ لان ممكن نحن التحديات اللي عندنا في المنطقه المؤسسه ما تعرفهاش بينما احنا تنعرفوها، يعني ممكن مجموعه تساعد المجموعه الاخرى بدون ضروره الانتقال الى المؤسسه في هذا الصدد. وهذه ممكن نقطه مهمه جدا ليس فقط للحضور لان احنا في الورشه، وانما كذلك لكم انتم كحضور. لماذا؟ لان عدد كبير من الناس حاليا في الحضور انا متاكد غادي تنظموا انشطه فعاليات، يعني ممكن ايديتاتون، ممكن حدث صغير الى اخره. اغلب الناس لا يفكرون في التواصل مع شخص عمل شيء من قبل، يعني دائما يبداون من الصفر، يكون مجهود كبير، وقت كبير، الكثير من الاشياء. فاي واحد في الحضور او اي واحد يشاهد هذا الفيديو ممكن ان يتواصل مع ناس عندهم خبره كبيره من مجموعات المستخدمين لكي يساعدوه بتجربتهم، لانه البدايه من الصفر تضيع الوقت بزاف، بينما هناك ناس قبل بداوا من الصفر وعندهم تجربه كبيره وراكموا رصيد كبير وممكن ينفعوا في هذا الامر. يعني لما نتكلم عن الشراكات والتعاون كما ذكر احمد، ممكن تكون شراكه بين مجموعات او تعاون بين مجموعات، ولكن ممكن كذلك يكون تعاون بين شخص جديد يستفيد من الناس اللي عندهم خبره. وهذا كان هو اصلا هدف من هذا النقاش، هو ابراز من هم الناس اللي يعملون مع مجموعات المستخدمين. إذا يعني شخص عنده أي سؤال أو إذا شخص محتاج معلومة أو تجربة يستطيع أن يتعرف على من يستطيع أن يساعده، لأن هذا من المشاكل الكبيرة عندنا.
مثل قضية جلب الويكيبيديين أو جلب أشخاص جدد، يوجد كثير من الأشخاص يعني مهتمين ومتميزين ولكن يكون منعزل، لأن أصلاً ويكيبيديا هي مرتبطة بالإنترنت. يعني الإنسان لو كان ساكن في مدينة أو في قرية ويعمل وحده في قريته وعلى الإنترنت، فهو لا يعرف أنه يوجد ناس آخرين. ولهذا مثل هذه المؤتمرات مهمة، مثل هذه التجمعات مهمة، حتى نعرف أنه أنت لا تكون وحدك، يعني دائماً يوجد ناس آخرين يعملون في نفس الإطار. للأسف مع ضيق الوقت أود أن أختصر بعض الشيء من الجلسة، فسنضيف فقط 5 دقائق نتكلم فيها على نقطة أظن أنها مهمة، لأنه صراحة تكلمنا كثيراً على المشاكل والتحديات، رغم أن مجموعتنا يعني أظن بشكل عام هي مجموعات في وضع جيد والحمد لله، يعني فلا نريد أن نجحف ونقول أننا فقط عندنا مشاكل. فأنا سوف أطرح سؤال، نفس السؤال على كل واحد منكم، والسؤال هو ما هي توقعاتكم من هذه يعني بعد هذه الجلسة، وماذا تتمنون بالضبط من مؤسسة ويكيميديا لأنهم حاضرون في هذا المؤتمر أن يقدموا لكم كمساعدات أو كمساندة في المستقبل؟ وسوف أبدأ بنفسي لأنه أنا أمثل مجموعة مستخدمي المغرب، ولأننا هنا في المغرب، فنحن صراحة نتمنى من المؤسسة مساعدة سواء من ناحية التمثيل القانونية، يعني إما بتوفير خبرات قانونية لنا حتى نستطيع أن نعرف كيف يكون عندنا تمثيل قانونية، ونتمنى كذلك في أحسن الأحوال أن يكون هناك شخص موفر من المؤسسة يعني يكون شغله هو العمل على مشاريع ويكيميديا، لا يكون متطوع، وهذا الأمر ليس ضروري أن يكون إلزامي كشخص من المغرب، ممكن يكون شخص من المغرب أو من المنطقة، ولكن لتوفير أشخاص يعملون على المشاريع حتى نستطيع أن نتقدم للأمام، لأنه في الوضع الحالي عمل المتطوعين فقط هو عمل فيه كما نقول عدم استمرارية، يعني مهما يكون شخص متطوع لا يستطيع أن ينظم مؤتمرات مثلا كل الوقت على حساب وقته الخاص، يعني كل شخص له حياته. وهذه طبعا رسالة أوجهها للمؤسسة من هذا المنبر، وأتمنى أنا من كل شخص فيكم أن يعطينا ما هي توقعات واهتمامات بلدهم أو منطقتهم حتى يعني نمرر أكبر عدد من الرسائل من خلال هذه الورشة، وبعد ذلك نختم إن شاء الله. صراحة أنا الشيء الوحيد اللي بأمله من المؤسسة، طبعا هاي المشكلة احنا مش راح نواجهها حاليا لأنه احنا صار في عندنا منحة سنوية الآن في ويكيميديا الشام، ولكن قبل لما كنا نعتمد على المنح الفردية كانت المؤسسة تتأخر بشكل كبير في الرد علينا، يعني في منحة احنا قدمنا عليها من 3 أشهر لبرنامج التعليم، لحفل برنامج التعليم للأسف للآن ما حصلنا عليها، بالرغم من انه المؤسسة تواصلت معنا وفرضت شروط على المنحة واستجبنا لهذه الشروط، ولكن للأسف المنحة لحد الآن ما حصلنا عليها. طبعاً هذا الشيء مش راح نواجه مستقبلاً لأنه إحنا أصلاً مثل ما ذكرت بسبب الأنشطة الكبيرة التي قمنا بعملها في السنة الأخيرة أصبح لدينا منحة سنوية في مجموعة ويكيميديا بلاد الشام. بالنسبة للأمور التي أأمل أن أقوم بها أيضاً في هذا المؤتمر أو تأمل مجموعتنا أن القيام بها في هذا المؤتمر هي أن نتبادل الخبرات أكثر خصوصاً مع أشقائنا في مجموعات العربية، وكذلك ان شاء الله تمهيد لبدء شراكات سواء شراكات اونلاين او اوفلاين مستقبلا مع هذه المجموعات. فعلا احنا برضه بضم صوتي لصوت الزميل حجاوي، فعلا اكبر مشكله احنا بنعاني منها في مصر التاخير في الرد على المنح، او لو احنا عايزين نطلب منحه من المؤسسه بيبقى في تاخير شويه منهم، يعني مثلا ممكن التاخير يوصل لشهر او اكتر، وده بيأثر فعلا على عملنا في مصر يعني بصوره كبيره. بس تعقيبا على كلام الزميل محمد، نعم بالفعل في مصر مثلا الزميله ولاء كانت نشيطه جدا جدا فيما يخص برنامج التعليم، تطلق النسخ في عده جامعات كل فصل، ولكن قبل فتره حكيت مكالمه معها واكدت لي انها مش راح تبلش نسخ جديده بسبب التاخر من الرد في المؤسسه على طلبات منحها. للأسف فعلاً الموضوع ده عامل في مصر عندنا مشاكل كبيرة، ونتمنى الرد من المؤسسة وإن هو يكون في حل جذري لهذا الموضوع. الزميل بيشون ده يحكي عن تجربته. بالحديث عن التحديات المستقبلية، يعني أي تحدي يجب أن يكون مترافق مع يعني
سنوي يعني لتحديد جيدا الهدف والأهداف المستقبلية، يعني أي مجموعة يجب أن يكون لديها برنامج سنوي، وعلى الأقل يعني تكون عندها نظرة مستقبلية لثلاث سنوات أو أربعة أو خمسة، يعني على حسب الإمكانيات يعني المستقبلية التي يجب أن يكون لهم، يعني ويوجهون كل طاقتهم نحو هذه الأهداف. هذا من الأحسن وليكون يعني يكون من مثالي جدا. يعني أنا بالنسبة إلي برنامج التعليم في الجزائر يجب أن يكون في يعني يعمل شراكات مع البلدان التي بدأ فيها البرنامج التعليمي في أوله، يعني في مصر أو الأردن، وهذا بالنسبة إلي يعني مهم جدا لكي يعني نستنبط منه، ليس بالنسبة للمجموعة لنا، يعني لكي حتى بالنسبة للجامعات لكي ترى كيف هذه البرامج يعني تطورت في مصر ولا في الأردن. يعني بالنسبة للجزائر هذا مهم جدا لنواصله، رغم أننا في السنة الرابعة وفي يعني حاليا تقريبا 300 أو 400 طالب يتابعون هذا البرنامج في جامعة في جامعة شرف في الجزائر، بالإضافة إلى مواصلة التعاونات والشراكات مع كل ما يضيف المحتوى للجزائر، يعني كل ما هو مهم بالنسبة إلي هو توفير المحتوى في ويكيبيديا، موسوعة ويكيبيديا، وليس فقط باللغة العربية، يعني الجزائر فيها لغات لهجات، يعني المحتوى ليس له يعني لسان واحد. احنا نطمح إلى توفير هذا المحتوى بكل الألسنة، متوفرة في الجزائر ولا في شمال إفريقيا ولا في العالم، يعني وهذا هو المهم. يعني أنا كل الأمنية تعني أن نشارك في هذا العمل الكبير الذي هو يمثل أكبر تجميع للمعرفة يعني لم تره البشرية منذ أن كانت مكتبة الإسكندرية في مصر قبل أن تندثر، يعني بالله، يعني هذا هو المهم. يعني يجب أن نركز على هذا ونتذكر دوما أننا نشارك في مشروع يعني بشري كبير جدا. تفضل. شكرا أخ مشمد. في اليوزر جروب تاع الأمازيغية احنا متفائلين جدا مع انطلاق المشروع تاع الموك تاع الأمازيغية. نحن متفائلين أنه راح نقدروا نوصلوا لأكبر عدد ممكن من المتطوعين ومن المشاركين في هذا في الأمازيغ في هذا الموك ولا في هذا السياق التعليمي. وبالطبع لازم يكون برنامج وندرسه المدى البعيد كيفية الاستمرار، وراح تكون برمجة خاصة في إطار سيرورة واستمرارية هذا البرنامج في المستقبل إن شاء الله. بالنسبة لمجموعة مستقبل ويكيميديا تونس، في هذا السؤال حاسألت الأعضاء اللي معي في المؤتمر شنو رأيهم في هذا السؤال بالذات، لأنه سؤال مهم جدا، وأغلب الأجوبة كانت إنه تفعيل مزيد من الشراكات مع مجموعة بقية المجموعات العربية أو مع المؤسسة، وإني بيجي نقول شراكات يعني مش فقط كلمة شراكات فقط، يعني نجمو ناخذ على سبيل المثال في كل مجموعة مستخدمين من كل بلد عربي ياخذوا أنجح المشاريع التي صارت في السنوات الأخيرة، بما أنه تقريباً عن نفس الخصائص في المجتمعات العربية، كمشروع مثلاً نجح في الجزائر أو في المغرب أو في مصر عنده نسب كبيرة أنه ينجح في تونس، ونفس الشيء مشروع نجح في تونس عنده نسبة كبيرة أنه ينجح في بقية البلدان العربية.
وبالتالي تبادل الخبرات وتبادل التجارب السابقة حتى نفعلوا المشاريع اللي نجحت في بقية الدول ونعموها على بقية البلدان العربية ويكون بالتالي النتائج أكبر على الصعيد الإقليمي وليس فقط على الصعيد الوطني. شكرا جزيلا لكم جميعا. قبل أن نختتم أظن أنه يمكن أن نأخذ أسئلة من الحضور. للأسف بسبب ضيق الوقت سوف نأخذ فقط سؤال واحد من أستاذ شرقاوي لأنه كان طلب الكلمة منذ وقت شيئا ما طويل، فسوف نعطيه الكلمة ليطرح السؤال وبعد نجيب على السؤال ثم نختتم الجلسة لنمر إلى الحصة المقبلة. شكرا سياس. الحقيقة أنا جد سعيد أني كنشوف واحد مجموعة الشباب كيف واحد مجموعة الدول العربية كيقوم واحد مجهود كبير لأنه مثل هذه اللقاءات مثل هذه الأعمال كتطلب واحد مجهود فردي خاص بدون مقابل. هي واحد مجموعة ديال يعني ديال المشاكل ديال باش نجذب مثلا واحد مجموعة الناس في الجروب ديالي ماشي سهل. أنا بحق كنشجعكم وكنناقض بأيديكم بحرارة. في نفس الوقت متدمر. هل الدول العربية هي تونس إخوان تونس والجزائر من مصر والإخوان الفلسطين كنحييهم كانت مجموعة من الإخوان الفلسطين أين هي الدول العربية الأخرى؟ مش فيزا إحنا ما عندناش فيزا يعني على السعودية على الكويت على الإمارات على ما كاينش فيزا يعني كنعرفوا مع الأسف يعني لو كان أنا كنعمل في الانترنت سوسايتي لو كان يعني مجموعة من الدول الإفريقية كنلقاو مجموعة من الإخوان الدول الإفريقية. مع الأسف أين هي الدول العربية؟ هل يعملون في إطار آخر؟ يمكن نشجعهم إذا كانوا إلا ما كانوش يعني هناك غياب تام هذا مشكل يعني اللغة العربية أو المحتوى العربي كيحتاج المجموعة ديال 22 ولا 23 دولة عربية يعني قلبوا الإخوان ماشي غير في المنطقة ديالكم ولكن في المناطق الأخرى. شكرا. شكرا. كنكون سريع في التساؤل ديالي. واحد التساؤل بسيط واش ممكن يكون عندنا محتوى ذو جودة عالية في ويكيميديا بدون إشراك خبراء وباحثين وجامعيين؟ أنا كنظن لازم يكون خبراء جامعيين باحثين يكون خط في العمل هذا وربما إشراك وزارات كوزارة الثقافة وزارة السياحة الإنتاج باش يكون محتوى ذو جودة عالية وربما خص تكون شراكات جيدة بين مجموعات لحقاش ربما إذا بغينا نكتبوا مثلا محتوى على الكسكس راه هناك باش تكون مقالة جيدة لابد ما تكون فيها نوع من التشارك بين المغربي والتونسي والجزائري. نفس الشيء المجموعة من الطبخ ولا السياحة ولا لابد ما تكون لينكات بين المجموعات المغاربية باش يكون محتوى جيد وربما متخصصين من نكتب أمس كان نتكلم مع الأخ على الطب باش نكون معنا محتوى جيد في ميدان الطب لابد ما تكون بيكون خبراء الطب السياحة لابد من كل خبراء السياحة ثقافة شيء نفس الشيء لآخره. وشكرا. أستاذ هل من متطوع الإجابة على السؤال الأول؟ وشكرا. شكرا أستاذ بالحقيقة الأساتذة نشكركم كثير على السؤال هذا هو في الحقيقة الهم نتاعنا أكثر من الفونديشن يعني في أمريكا يعني تجميع يعني كل وإنشاء يعني مجموعات في كل الدول العربية يعني لا يجب أن نظن أن نحن فقط ممثلين عن أكثر من 70,000 ولا 30 أو يزيد من المحررين والمساهمين في موسوعة ويكيبيديا التي حاليا ارتفعت ويعني هي قريب تلحق لمليون مقالة. هذا بفضل هذا المحررين الذين هم وراء الستار لا نراهم
وهناك كثير منهم لا يرغب في الحضور والمشاركة في مؤتمرات كهذه. نحن فقط ننشط، نحاول أن نجلب مستخدمين جدد، أن نأتي بهم. مؤخرا نظمنا، أطلقنا موك في الإنترنت، هي دروس لتعليم ويكيبيديا في الإنترنت، وكانت لنا مفاجأة كبيرة أن نكتشف أن بلد مثل السودان فيه يعني حضور كبير، وكان فيه يعني مساهمين كثر، وتواصلنا معهم، ولكن للأسف يعني لم يكن هناك يعني لقاء معهم، ولا كان حضور لهم، يعني لم تنجح يعني لقاء، ولكن المحاولات دائما متواصلة. فيها أعضاء من الفونديشن يتوجهون إلى بلدان في الخليج وينشطون الأمور لكي ينشئوا مجموعات وشركات معهم في البلدان هذه، بالإضافة إلى عدم تمكن بعضهم من حضورنا اليوم في هذا المؤتمر معنا لأسباب. بالنسبة للمقالات مثل المقالات في الطبخ ولا في السياحة، ولا هناك كثير كثير من التحريرات والمشاركات، يعني المقالات يمكن يعني أن تنظر إليها، فيها مثلا مقالة الكسكس، يعني فيها يعني لو ننظر إلى من حرر المقالة يعني يتجاوز عدد المحررين فيها، يعني نعطيك رقم هكا على الأخرى، ربما 500 ولا 600 واحد قام في التحرير في المقالات عن الكسكس، على منذ أن أنشئت المقالة إلى أن إلى وضعها الحالي حاليا. يعني هذا يعني أن يعني وهذا هو مبدأ ويكيبيديا، إنها موسوعة تشاركية، يعني كل واحد يمكنه أن يشارك فيها، حتى أنتم يمكنكم أن تشاركوا في الموسوعة وتضيفوا فيها معلومات، وإذا كانت يعني الوزارة عندها يعني أي أمور جيدة، يعني صور، معلومات، مراجع، وهذا هو المهم جدا، يعني المراجع، الصور الجيدة الممتازة يمكن أن نضيفها في الموسوعة. مثلا نعطيك مثال، يعني المكتبات الوطنية ولا المتاحف، يعني موجود مشروع اسمه الجرام Gallery, Library, Archive, Museum، يعني كل هذه المؤسسات بصفة عامة في الدول، كل الدول العربية هي تابعة للحكومات في الدول، يعني لا نلقى منها ما هو بريف يعني خاص، قليل. ما يهمنا هذا زعما إذا كان ممكن أن تشارك، مثلا متحف وطني ممكن أن يضع بعض المحتويات في إطار يعني المشاعر الإبداعي، يجعلها يعني متاحة للجميع، وفيه فيه كثير من المشاريع يعني تسمح بالنوع هذه الشركات. ضمن جوته. شكرا. شكرا جزيلا بشندا، وشكرا لجميع الأصدقاء من بصراحة مش من الخليج ولكن من المحيط إلى الشام. شكرا جزيلا على يعني تصديقكم وعلى تجاوبكم، شكرا للحضور على الأسئلة، أتمنى أن تكونوا استفدتم، وكما قلت في الحقيقة أهم شيء أن تتذكروا أوجه والأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص ممكن تتواصلوا معهم ليقدموا لكم تجارب أو ليوصلكم لشخص آخر يعمل على المسائل التي تودون يعني معرفة مسائل عليها. بهذا نختتم الجلسة إن شاء الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى لكم. وفقط ملاحظة لوجستيكية سريعة، سوف تكون هناك استراحة شاي، ولكن في نفس الوقت سوف نبدأ التجهيز للحصة المقبلة التي سوف يقدمها محمد عبد اللطيف حول مبادرة الضاد، فإذا كان ممكن أنكم تأخذوا مشروبات وأطباق وتجلسوا، وبعد نبدأ الحصة المقبلة. So we will have a coffee break and then after 5 minutes we will reconvene so that we can catch on time. شكرا جزيلا وبصحة وراحة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي سادتي، مرحبا بكم اليوم في حصة جديدة من
حصص مؤتمر ويكي عربية. الحصة اليوم متعلقة بنقاش من ممثلي مجموعة المستخدمين الذين عندنا في المنطقة، والهدف من هذا النقاش هو أن نتعرف يعني على الوضع في مختلف البلدان، ونتعرف كذلك يعني على سواء التحديات أو الإشكاليات أو الأشياء التي يعني يرغب كل واحد من الناس الحاضرين هنا أو الذي يمثل منطقته أن يحكي لنا عليها، وكذلك على تبادل التجارب. يعني ممكن في بلد تكون فيها تجربة وقعت ويفيد بلد آخر أو منطقة أخرى إلى آخره. كما سنتكلم بشكل خاص عن إحدى المجموعات اللي عندنا في المنطقة، اللي هي مجموعة لغوية وليست مجموعة مرتبطة ببلد معين، يعني هي مجموعة موجودة على عدة بلدان. أولا سوف أقوم فقط بجولة سريعة للتعريف بالمشاركين، فسأعطي الميكروفون لكل شخص من الأشخاص ويقدم لنا اسمه ومجموعة المستخدمين التي يمثلوها. ممكن سأبدأ بنفسي، أنا اسمي أنس صدراتي وأنا من مجموعة مستخدمين المغرب. للأسف خلال هذه الحصة لن أتكلم كثيرا حول أنشطة المغرب لأنه سوف أسير الجلسة، ولكن إذا كان عندي شيء سوف أضيفه ممكن كملاحظة بعد الإجابة على أسئلة الإخوان. نبدأ إذن من اليمين ولو كان عمر. صباح الخير جميعا، أنا محمد حجاوي من فلسطين، ممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام. في الحقيقة هذه أول مشاركة إقليمية لي، وأنا سعيد جدا بالتواجد في المغرب، وشكرا للمنظمين على هذا التنظيم الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد عودة وممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر. باشوندا محمد، ممثل ويكيميديا الجزائر. السلام عليكم، يحوي أحمد، ممثل ويكيميديا اليوزر جروب اوف أمازيغ. صباح الخير جميع الناس الجميع، اسمي يوسف من حاج يحيى، ممثل عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس. شكرا سي يوسف وشكرا للإخوان. إذا كما عارفين احنا عندنا شيء ما ضيق في الوقت، ولكن سنحاول أن نتكلم يعني عن أكثر النقاط التي جهزنا لها، لأنني أعرف أنكم جهزتم جيدا لهذه الجلسة وعندكم كثير من الأشياء التي تقع في بلدانكم. أولا سوف أقوم بطرح سؤال جد عام، وإذا كان أي شخص فيكم يظن أنه يريد أن يجيب أو عنده معلومات وافية فقط فليرفع يده أو يخبرني وأعطي الميكروفون، ولو كان شخص آخر عنده ملاحظات ممكن أن يستمر بعد لما ننتهي من السؤال، ممكن نمر لسؤال آخر. السؤال الأول هو سؤال بسيط وأتوقع أن جميعكم عندكم إجابة عليه، وهو سؤال يقول ما هي أهم الأنشطة التي تقومون بها في مجموعاتكم؟ يعني نحن نعرف أن هناك مجموعات مختلفة وأنشطة مختلفة، وغالبا سيكون هناك يعني تراكم، يعني ممكن كل بلد يقوم بأنشطة بسيطة تكون كذلك في البلدان الأخرى. فالشخص الذي سيجيب أولا سيكون محظوظ لأنه سيذكر عدد كبير من الأنشطة. الأشخاص الذين بعد لو كان عندهم فقط نفس العدد من الأنشطة ممكن يمروا للشخص الآخر ما عدا لو عندهم إضافة. فهل هناك من متطوع للإجابة على السؤال الأول اللي هو أبسط سؤال؟ يظهر لي حجاوي جد متحمس. بالنسبة لأهم الأنشطة التي نقوم بها في مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام، بتتضمن نسخ من برنامج التعليم، برنامج ويكيميديا للتعليم من عام 2015 لحد الآن ما وقف في الأردن وفي فلسطين. أيضا من فترة إلى أخرى نقوم بعمل مسابقات تحرير أونلاين، غالبا بتكون بالتعاون مع مجموعات مستخدمين آخرين. وأيضا حديثا أصبح لدينا شراكة مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وأصبحنا أيضا نقوم بعمل ورشات لمشروع ويكي بيانات في الأردن وفي فلسطين. أيضا ما يميز مجموعة ويكيميديا بلاد الشام هي أنها نشيطة جدا، حيث أنه في السنة الأخيرة قمنا بعمل تقريبا نشاط كل أسبوع، أكثر من 50 نشاط. هذا أدى إلى أننا حصلنا على منحة سنوية من المؤسسة بدلا من التقديم للمنح الفردية. هذا هو ملخص الأنشطة بالنسبة لويكيميديا بلاد الشام. طيب بالنسبة لويكيميديا في مصر، احنا عندنا العديد من الأنشطة. بدأنا في برنامج ويكيميديا للتعليم في مصر من سنة 2012 ومستمر حتى الآن، والآن هو مستمر في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وبقيادة
الدكتور موالاء وريم الكاشف، هما قادة برنامج التعليم في جامعة عين شمس القاهرة. وكمان غير برنامج ويكيميديا للتعليم عندنا أنشطة تانية زي مسابقات التصوير زي ويكي لاف مونومنتس اند ويكي لاف ايرث، وتقريبا دي تعتبر أبرز الأنشطة الموجودة حاليا في مصر. النشاطات التي نقوم بها في الجزائر هي تقريبا مثل النشاطات الشائعة في البلدان الأخرى، ولكن نذكر من أهمها النشاط برنامج ويكيبيديا للتعليم الذي هو ناجح جدا في جامعات جزائر وخصوصا جامعة شلف التي تقوده حاليا عائشة راي التي هي حاليا معنا، وكذلك مسابقات التصوير المختلفة التي حاليا نهتم بها جدا لتطوير المحتوى في الجزائر، يعني الصور هي التي تساعدنا كثيرا على إنشاء مقالات، بالإضافة إلى يعني إبراز حضورنا في العديد من المظاهرات التظاهرات في الجامعات أو في الجمعوية في كامل التراب الجزائري. مثلا مؤخرا كنا حاضرين في تظاهرة التصوير في مدينة وهران وشاركنا في هذه المظاهرة يعني داعم، يعني عرضنا كل النشاطات نتاعنا ونقيم يعني ورشات تدريبية لمساعدة القادمين الجدد لويكيبيديا. كما نشارك ايضا في المسابقات العالمية، يعني دائما يعني الهم الوحيد هو دائما الرفع من عدد المقالات التي نركز عليها هو المحتوى الجزائري بخصوص، يعني مقالات صور فيديوهات وكل هذا لكي ينصب نحو يعني المشاعر الإبداعي، وتكون صور يعني تقاسمها ولا المقالات ولا أي محتوى يكون حر يعني بدون أي مقابل، وهذا يساعد كثيرا يعني. بدأت النشاطات هذه يعني يهتم بها في الجزائر، يعني نتلقى العديد من الاتصالات يعني للاستفسار ما هي ويكيبيديا وهل يمكنكم أن تقيموا يعني إيفنت عندنا في الجامعة ولا في الجمعيات ولا في حتى هناك يعني صحفيين يتصلون بنا، يعني يعني بالنسبة لهم يعني هناك الكثير لا يظن أن هناك مجموعات تنشط في الجزائر. مؤخرا أقمنا هذه من آخر النشاطات التي قمنا بها هي قبل أن نأتي قبل ويكي عربية لمراكش مؤخرا، يعني قام تنظيمه في الجزائر العاصمة ترانسلايت أتون، وهي مسابقة ليست مسابقة يعني هاكاتون لترجمة مقالات من الإنجليزية نحو اللغة العربية، وكان فيها يعني نجاح كبير، يعني كان فيه حضور كثير كل شيء، ونحن نواصل يعني أينما كانت هناك يعني فرصة لتطوير المحتوى نحن حاضرون. السلام عليكم. فيما يخص الأنشطة اليوزر جروب تاع الأمازيغية، يعني المساق مرسوم، عندنا نفس البروجكت تاع الموك بالعربية وبالفرنسية، احنا الآن بصدد إنجاز نفس الفيديوهات بس بالأمازيغية، ولكن ليس لكتابة مقالة بل لكيفية إدخال الكلمات باللغة الأمازيغية في القاموس، باش نزيدوا كمية تاع الكلمات باش نوصلوا للقاموس اللي نقدروا نترجموا به المقالات.
هذا هو النشاط الاساسي اللي رانا مركزين عليه باش نوصلوا لان نقدروا ندخلوا مقالات باللغه الامازيغيه وترجمه الكثير من ولا زياده المحتوى الامازيغي في ويكيبيديا. هذا واش رانا نديروا فيه في الجزائر فيما يخص يوزر جروب امازيغيين. بالنسبه ليوزر جروب تونس باش نحاول نحكي على الانشطه اللي ممكن ما تمش ذكرها في السيرف. يعني في انشطه مشتركه بما فيه هي الورشات العمل وتصوير المعالم وكل ذلك. احنا في تونس حاولنا نخرج على نطاق تصوير المعالم فقط، اصبحنا نحاول ايضا نغطيه الاحداث وسواء الاحداث الثقافيه مثل تونس فاشن ويك، يعني يكون بعض المتطوعين اللي يمشيوا يصوروا الاحداث كما ثقافيه مثل هذه. وكذلك في مدينة بيديا صفاقس وهي مشروع آخر وتواصل لمدينة بيديا تونس. وكذلك هناك الآن بدأنا في تحضير ويكي كونفنسيون التي هي المؤتمر لويكي فرانكوفوني في العام المقبل التي ستقام في تونس. شكرا مرة أخرى يوسف، شكرا للجميع. صراحة تقومون بأنشطة متعددة وكثيرة جدا عبر البلدان. بالنسبة لنا في المغرب نقوم بتقريبا نفس الأنشطة، لذلك ليست عندي إضافة خاصة، ولكن نحن ممكن تعلمنا شيء جديد من خلال تنظيم مؤتمر من حجم المملكة العربية، وهو مختلف عن النشاطات الأخرى التي نقوم بها. يعني أن تقوم بنشاط إديتاتون أو أن تقوم بنشاط صغير يكون عادة أمر بسيط، لأنك تتعامل مع عدة أشخاص لمدة يوم على أطول تقدير، بينما هنا يلزم يعني تحضير لأسفار ولفندق إلى غير ذلك، وعادة هذا الأمر يتطلب شراكات. فنحن تعلمنا مثلا من مؤتمر ويكي عربية كيف نعمل شراكات مع جمعيات، كيف نتعامل من الناحية المادية إلى آخره. في هذا الإطار عدد منكم في الحضور قاموا بتنظيم مؤتمرات من قبل سواء إقليمية أو دولية، وأتمنى أن أعرف منكم هل عندكم تجارب هذه الشراكات لكي تنصحوا الأشخاص من المجموعات الأخرى الذين لم يقوموا بشراكة من قبل. ما هي الأمور التي في نظركم مهمة لكي تنجحوا يعني في تفعيل شراكة، أولا في إيجاد شركاء، كيف تجدون شركاء وتجعلونهم يثقون فيكم، علما أنه لا يوجد أحد هنا عنده وضع قانوني من ناحية مجموعته، يعني ليست جمعيات، فكيف تجعلون الشركاء يثقون فيكم؟ وكيف تتعاملون مع الشركاء ليبقى الشراكة دائمة؟ فإذا كان ممكن شخص من مجموعة عندها تجربة في هذا الأمر أو نظمت مؤتمر أن يبدأ، وبعد لو كان شخص آخر عنده سؤال نتمنى. إحنا تشرفنا بتنظيم مؤتمر ويكي عربيديا 2017 في القاهرة، وبالنسبة للمؤتمر ده أنا عايز أشارك الخبرة اللي اكتسبناها. أولاً إحنا كان عملنا شراكة مع مؤسسة اسمها مؤسسة أضف للتعبير الرقمي، وهذه المؤسسة ساعدتنا كتير في تنظيم المؤتمر، وتقريبا هي اللي وفرت يعني كل التسهيلات بالنسبة لنا عشان نعرف نجيب الدعوات، عشان نقدر نجيب الويكيبيديين للقاهرة يعني بدون أي مشاكل بالنسبة للفيزا والإجراءات دي. فعشان كده يعني الشراكات مهمة جدا بالنسبة لنا. وبالنسبة لإزاي يعني نقدر نعمل الشراكات دي، احنا الأول يعني بنشوف مؤسسات المجتمع الموجودة في البلد عندنا، وبنشوف من المؤسسات دي ايه المؤسسات اللي أهدافها متفقة مع الأهداف بتاعت ويكيبيديا. يعني مثلا عندنا مؤسسة أضف هي هدفها الأساسي هي نشر المعرفة ونشر البرامج المفتوحة للمصدر، فهي هدفها يعتبر قريب جدا من هدف مؤسسة ويكيبيديا، وعشان كده كان سهل جدا ان احنا نعمل شراكة ونستفيد بخبراتهم. يعني ماشي، اسيب حجاوي هيتكلم عن تجربته. بالنسبة لويكيميديا الشام، فقبل ما أحكي عن موضوع الشراكات بدي أحكي عن مشكلة عندنا في مجموعة ويكيميديا بلاد الشام. أنتم مثل ما بتعرفوا إحنا شغالين في 4 دول اللي هي الأردن، فلسطين، سوريا ولبنان.
للأسف 99.9% من الأنشطة اللي ذكرتها هي تمت فقط في الأردن وفلسطين، يعني تقريباً سوريا ولبنان فيهم خمول، يعني يرجع ذلك إلى بعض المشاكل. في سوريا مثلاً معظم المحللين متواجدين خارج سوريا، ولبنان ما في تقريباً غير 2 بس من أعضاء مجموعتنا موجودين في لبنان. بالنسبة للشراكات، أيضاً الشراكات في فلسطين ما قمنا بأي شراكة مع أي مؤسسة، ولكن في الأردن كان هناك شراكات رائعة. أولها كانت مع مؤسسة شومان، وحيث أعطونا أكسس للقاعات تبعتهم، صار بإمكاننا بأي وقت ممكن إننا نروح نحجز القاعة بدون أي تفاصيل. أيضا ساهمنا بتنظيم شراكة مع الجامعة الهاشمية، ما بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة ويكيميديا. الجامعة الهاشمية أيضا أصبحت تعتمد ويكيميديا من ضمن المشروع العلمي الخاص بها، وكل مادة تقريبا صار لها جزء، ويكيميديا صار لها جزء إنه الطالب لازم يكتب عن مقال في ويكيبيديا. ايضا قمنا بتنظيم مؤتمر ويكي عربيه في عام 2016، وهذا يعتبر واحد من اهم الانشطه التي قامت المجموعه بتنظيمها. وخلال هذا المؤتمر كان في شراكات مؤقته مع مؤسسات في الاردن، ولكن هي انتهت بنهايه المؤتمر ولم تعد شراكات دائمه. الشراكات الدائمه الحاليه هي مع الجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح فيما يخص مشروع ويكي بيانات، وايضا مع الجامعه الهاشميه التي اصبحت تعتمد ويكيبيديا من ضمن النظام التعليمي الخاص بها، وايضا مع مؤسسه شومان التي اصبحت تعطينا اكسس للقاعات في اي وقت نرغب. شكرا محمد عوده. محمد حجاوي، هل هناك من اضافه للاخوان المغاربيين؟ لا، شخص عنده تجربه في الشراكات. عم نحكي على تجربه يعني في تونس في مختلف المشاريع اللي قمنا بهم في الماضي. قمنا بتفعيل شراكات مع جمعيات في المجتمع المدني في تونس لأجل تسهيل يعني انطلاق المشاريع اللي نحاولوا نقوموا بها في تونس، مثل جمعية قرطاجنة وجمعية سيانة مدينة تونس وجمعية الراشدين في تونس، وكذلك سيليب هي لكل المحتوى الرقمي الحر. وفي كل مرة يعني نحاولوا أننا نبحث عن الجماعة اللي تقوم بالنشاط اللي احنا نحبوا نقوموا به في ويكيميديا تونس. يعني اذا نحبوا نقوم على سبيل المثال بانشطه ثقافيه، نكونوا اكثر يعني نخدموا مع مجموعه جمعيه قرطاجنة بانها هي جمعيه ثقافيه. بالتالي في كل يعني في كل دومين معين نكونوا يعني نحاولوا ان نبحثوا على الجماعة اللي تشتغل في ذلك الدومين المعين، حتى نساهم يعني تفعيل الشركات ويكون عندنا هدف مشترك، وبالتالي نسهل كل العراقيل اللي تكون تحول بينا وبين بداية المشاريع اللي نحب نقوم بها. شكرا جزيلا يوسف. هو قضية الشراكات اللي تكلمنا عنها في الحقيقة هي قضية فيها مسائل مادية وفيها مسائل تنظيمية ولوجستيكية التي تجعل الأمر شيئا ما كبير، تجعل الأمر شيئا ما رسمي. يعني لو تكلمنا على قضية الشراكات، ولكن بالنسبة لنا نحن كأشخاص من مجموعة المستخدمين، الإشكال لا يكون دائما رسمي، بعض الأحيان يكون الإشكال غير رسمي. يعني مثلا أغلب الناس هنا لم يكونوا كلهم هم متطوعون. يعني أولا وقبل أن نصل إلى جانب الرسمي وجانب أن نعمل شراكة، يجب أن نقوي المجموعة، يعني يكون فيها ناس متطوعين يستطيعون أن يفعلوا الشراكات ويصلوا إلى هذا المستوى. وفي هذا الإطار أعتقد أنه مشكل مشترك أو تحدي مشترك عندنا نحن جميعا في هذه القاعة هو كيفية جلب المتطوعين، خاصة عندنا في المنطقة، لأنه ظروف الحياة ليست دائما سهلة، فالأشخاص لا يريدون يعني أن يعملوا بالمجان. ما هي الاستفادة؟ يعني هو مشكل صعب، أظن أنه ينتشر من المحيط إلى الخارج. فأنتم كناس يعني ذوي تجربة وكقادة في مجتمعاتكم، ما هي الطرق والوسائل التي تعتمدون حتى تستطيعوا أن تجلبوا متطوعين، وكذلك كيف تستطيعوا أن تقنعوا شخص أن يتطوع مع مشاريع ويكيميديا وأن يبقى مستمر فيها؟ لأن الاستمرارية هي الشيء الصعب. ممكن أن تحضر شخص لحدث يكتب مقال ويختفي، ولكن كيف تتأكد من استمراريته؟ ما هي الوسائل التي تعملون عليها؟ السؤال هذا سؤال مهم جدا، وهو يعني يهتم به كثير المجموعات يعني التي تشتغل في تنشيط
الأعمال في كل الدول العربية والعالمية وعالميا يعني، وهي حتى اهتمام بالنسبة للمؤسسة بنفسها يعني، كيف تجعل المستخدمين الجدد يتحولوا إلى المستخدمين يعني على طول الزمن يعني على طول الوقت. ولكن أنا برأيي البحث عن المستخدمين أو المساهمين الجدد يجب أن نبحث عنه في مكانه المناسب يعني، لا يمكن أن مثلا نروح إلى ساحة الفنون ونقول لهم هل هناك موجود مساهمين في ويكيبيديا؟ لا، الأماكن يعني التي أنا نسميها يعني تكون بوتنسيال يعني مهمة جدا هي الجامعات، الجمعيات، المؤسسات الناشئة، الستارت اب التي تهتم بتطوير المحتوى، كل هذا يجعلنا يعني أي منظمة التي يعني فيها الأهداف تتقاطع مع أهداف تطوير المحتوى، والمحتوى دائما لازم نتفاهم عليه يعني أن يكون حر. كل هذا يجعلنا نذهب يعني خصوصا في النقطة الأولى إلى الجامعات يعني، الشراكات التي نقوم بها مع الجامعات يعني دائما تكون ناجحة جدا، هذا ما لاحظته. والشراكات التي نقوم بها مع الجمعيات التي تقوم بتطوير المحتوى تاني ناجحة جدا، والمؤسسات الناشئة كمشروع الذي قمنا به وهو ويكي مساق، ما هو الشيء الذي جعله ينجح؟ كل الناس كانت متوافقة يعني كانت موافقة يعني على الفكرة من قبل يعني، لا ليس لدينا لا نحتاج إلى يعني إلى إقناعهم يعني، هم مقتنعين يعني من الأول يعني، يعني يكفي فقط أن نشرحهم الفكرة وهم يتبنوها مباشرة. هذا يعطينا إمكانية لنربح وقت كثير ونطور شركات قوية في مجالات مختلفة يعني. يجب أن نتجه دوما إلى المكان الصحيح لنبحث فيه عن المستخدمين. وبرأيي أنا برأيي وحسب تجربتي البسيطة في التحرير في ويكيبيديا، المستخدمين يعني لنا يعني كلما كانت يعني كلما شرحنا لهم طريقة العمل في ويكيبيديا جيدا يعني ويكون تكون مشاركتهم في إضافة المحتوى ممتازة ورائعة، ويجب دائما أن نتصل بهم، أن نتواصل معهم. وإذا مثلا على طول السنة كان عندنا يعني حصيلة لتكوين 100 200 300 من يعني من المشاركين ليتحولوا إلى مستخدمين يضيفون المحتوى في ويكيبيديا، لو كان منهم يعني 5 أو 6 فقط يواصلون بالتحليل على طول السنة وعلى سنتين القادمتين ولا 3 سنوات القادمة، هذا يعتبر يعني نجاح يعني. احنا لا نهتم بالنسب المئوية الكبيرة، ولكن نبحث عن جودة المحتوى. نعطيكم مثال آخر، مسابقات التصوير. مسابقة التصوير يعني ويكي تهوى المعالم، هي مسابقة تهتم بتصوير المعالم في جميع البلدان يعني، في ألمانيا يقومون في المسابقة أحيانا في بعض السنوات يقومون برفع 200,000 صورة أحيانا، ولكن في الجزائر أحيانا ترفع 100 صورة، 50 300، مؤخرا رفعنا 1,000 صورة فقط، ولكن الجودة والقيمة تاع الصورة لما تكون مرتفعة تعوض 1,000 2,000 3,000 صورة 4,000 صورة، وهذا يجعلها يعني تكون إذا كانت قيمة يعني
تذهب لنجدها في مقالة، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. يعني ليس المهم هو في عدد المستخدمين ولا عدد المساهمات، ولكن في جودة المساهمة. العدد احنا لسنا يعني ضد العدد لا القيمة، ولكن الكواليتي يعني الجودة، جودة المساهمة كذلك مهمة جدا. نعم. أنا عايز أوضح برضه تجربتنا. هو في طبعا أكثر من طريقة لإقناع المساهمين بالمساهمة في ويكيبيديا. ومثلا من هذه الطرق عمل مسابقات، سواء مسابقات كتابة مقالات أو مسابقات تصوير. المسابقات دي بتشجع الناس ان هم يشاركوا في ويكيبيديا. وكمان في طريقة تانية اقناع الناس باهمية العمل اللي بيعملوه. يعني مثلا ويكيبيديا بيجيلها كل يوم ملايين الزيارات، فاما الواحد يكتب مقالة لازم يعرف اهمية اللي بيعمله. يعني المقالة اللي بيكتبها دي كل يوم هيزورها ملايين الناس، وفعلا اللي بيكتبه ده يعني هيأثر في حياة ملايين الأشخاص. بس ده ببساطة أكتر طرق للإقناع أنا شايفها ممكن نستخدمها. يعني بالنسبة لاستقطاب الجدد في مجموعتنا، إحنا الطريق الأساسي اللي من خلاله نقوم بالاستقطاب هو الأنشطة من خلال برنامج التعليم، ومن خلال أيضا مسابقات التحرير. أنا بالنسبة لي مثل ما ذكر محمد، إذا استمر واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة بالتحرير لمدة 3 سنوات من الطلاب طبعا، فهذا أنا بالنسبة لي بعتبره إنجاز. في عدد كبير من أعضاء المجموعة حاليا انضموا للمجموعة من خلال برنامج التعليم. مثلا أذكر مثلا سامي الجعبري من الخليل انضم من خلال برنامج التعليم، وأصبح الآن عضو نشط في ويكيبيديا محرر، وأيضا أصبح ينظم هذه الأنشطة. وأيضا في الأردن عدد كبير من الأمثلة، من ضمنها مثلا إدارية شيماء دخلت من خلال برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية، وعدد كبير طبعا من الأمثلة لا أريد أن أذكرهم جميعا. وأنا صراحة حاولت مع الطلاب الآخرين، حاولت أني أسير في طريق شخصنة العلاقات معهم، تصير علاقتي شخصية معهم بحيث أني أقدم لهم الدعم الكامل وأظل متابعهم، ولكن الصراحة ما نجحت هذه الطريقة وظل في مشكلة. مش عارف صراحة شو هي بالضبط المشكلة، ولكن مش كل الطلاب حبوا انهم يستمروا في ويكيبيديا بعد انتهاء برنامج التعليم او بعد انتهاء مسابقة التحرير. قبل ما اجي هون سألت احدى الطالبات عن اسباب عدم استمراريتها، فذكرت لي انه التنافس الشيء الوحيد اللي خلاها تشارك في برنامج التعليم هو التنافس مع طلاب الدفعة، مع طلاب دفعتها. اما عدم استمرارها فكان انه ما في عندها الوقت الكافي للترجمة بسبب الدراسة، معظم وقتها بيروح للدراسة ولا شغلات تانية. وذكرت ايضا انه اذا توفرت نسخ اخرى من برنامج التعليم راح تشارك فقط في برنامج التعليم، مش راح تشارك في كمحررة دائمة في ويكيبيديا، لانه مش من ضمن اولوياتها. هذا بالنسبة لويكيبيديا الشام. شكرا جزيلا للاخوان. اذا تكلمنا في الحقيقة اولا حول تحديات الشراكات، وبعد ذلك مررنا الى تحديات توفير المتطوعين، وعادة هذه تكون من أكبر التحديات عندنا في مجموعتنا. ولكن مشاكل والتحديات لا تنحصر فقط في ذلك، يعني هناك إشكاليات أخرى متنوعة، سواء مرتبطة بمثلا الجانب القانوني أو الجانب المادي إلى آخره يعني من التحديات. فلا ننحصر فقط في إشكال الشراكات أو إشكال جلب المتطوعين، ولهذا أود أن أفتح بعض الشيء المجال لكم لتعطونا تحديات أخرى عندكم في مجموعتكم. يوسف قال لي أنهم عندهم بعض التحديات في تونس أو الصعوبات التي ممكن أن نناقشها حتى نتبادل التجارب، وبعد ذلك نمر للجواب. بالنسبة للصعوبات، نتصور في كل مجموعة يعني هناك العديد من العراقيل التي نواجهها بصفة دورية. على سبيل المثال في مجموعة تونس هناك، بما أنه اليوزر جروب هو يعني عمل تطوعي، يعني هناك الالتزامات المهنية واليومية لكل الأعضاء، تحول أحيانا أمام القيام بالمشاريع على
بالطريقه المثلى. كذلك عدم وجود نظام هيكلي، يعني ويكيميديا يوزر جروب في تونس هو مجموعه لكن ليس محدد بنظام داخلي معين، يعني يحدد صلاحيات كل عضو بطريقه محدده. احيانا تكون هناك ايجابيات وهناك سلبيات في نفس الوقت في هذه النقطه، يعني الايجابيات انه كل عضو يحس انه عنده اهميه اذا كان يعني عضو جديد او عضو مؤسس للمجموعه. لكن بالنسبه للسلبيات يعني احيانا لا نعرف من سيكون مسؤول على تنظيم نقطه معينه او الالتزام بجدول معين. وكذلك هناك بما انه المجموعه ليس لها وجود قانوني محدد في البلد، لا يحق لنا ان يكون لنا موارد ماليه بصفه منتظمه، وبالتالي نكون مرتبطين بصفه دوريه بالمؤسسه، وهذا شيء يحد نوعا ما من صلاحياتنا ومن مجالنا لتفعيل كل ما نريد القيام به في تونس. شكرا يوسف. بالنسبه للتحديات والمشاكل اللي بتواجهنا في ويكيميديا الشام، فمثل ما ذكر الزميل انس، احنا بالضبط عندنا مشاكل قانونيه لاننا احنا لسه مجموعه غير مسجله بشكل رسمي، لا في الاردن ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في لبنان. ولكن هناك محاوله، سنحاول تسجيل نفسنا خلال الاشهر القادمه حتى لا نواجه اي مشاكل قانونيه. هذه المشكله طبعا ادت الى انه كثير من الشراكات تفشل، لانه احيانا الشراكه بتتطلب توقيع مؤسسي قائمي، مؤسسي مسجلي. فلما ما تكون المؤسسة أو الجمعية أو المجموعة مسجلة بشكل رسمي يعني غير قانوني، يعني ما في شراكة. أيضا من ضمن الأمور أنه ما في عندنا حساب بنكي مسجل باسم المجموعة، الأموال التي تحول لنا من المؤسسة تحول إلى حسابات فردية، هذا أيضا أحيانا يخلق المشاكل. التحدي أو المشكلة الثالثة في ويكيميديا الشام هي أنه مثل ما ذكرت الأنشطة تتركز في الأردن وفلسطين، تقريبا أنشطة منعدمة أو حتى منعدمة بالكامل في سوريا ولبنان. المواصلات، أسعار المواصلات في الأردن وفلسطين تقريبا مرتفعة نسبيا، يعني حتى نحن في فلسطين ما بنتقابل كثير، أنا في طول كرم، كثير من الزملاء في الخليل، كثير أيضا من الزملاء في رام الله، نفس الدولة ما بنتقابل كثير بسبب مشكلة المواصلات والأسعار المرتفعة للمواصلات بشكل نسبي. في فلسطين مثلا ما في قطار، الباصات الكبيرة مش متوفرة بشكل كبير، معظم يعني في حال إذا أنا حبيت أنتقل من مدينة لثانية فالتاكسي أو الفان هو الوسيلة الوحيدة وهي سعرها مرتفع نسبيا. طبعا ما في عندنا مقر لأنه إحنا مؤسسة غير مسجلة، وهذا مثل ما ذكرت سبب لنا كثير من المشاكل القانونية. هذه بالنسبة لأهم المشاكل والتحديات في ويكيميديا الشام.